مرحبا. مثل ما سمعنا هو درسنا الجزء الأخير من أغنية ابعث لي جواب. طبعا هذا الجزء أغلبه رست أو كل علاماته رست إلى حد ما يرجع إلى البيات. وعندنا هو الرست رح يصير رست صول أصلا، لما بيكون بيات ري التحويل للرست بصير رست صول. وبنرجع كمان على جيم سي بيمول، يعني احنا عندنا ثلاث مقامات عم نستخدم فيها بيات الري، ومنستخدم عجم سي بيمول، ومنستخدم راست سول، وهذه قواعد صحيحة، يعني الملحن ما خارج عن أي قاعدة. إذن كيف رح نعزف؟ أنا لي إله 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 يا رفني دو سي سي لا لا سون سول لا سي دو سي لا سون ري 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 مي 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 فا 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 صن 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 فا صن لا صن. هنا الثلاثيات ري 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 مي 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 فا 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 صن 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 فا صن لا صن. إذن أنا لي إله 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 يا رفني سي دو سي لا صول ري مي فا صول فا مي ري دو سي لا صول. هون بنرجع بدل الثلاثيات بنرجع المقام نفسه، لما بنعمل الحر الاه يعني دو سي سي لا لا صول صول لا سي دو سي لا صول ري مي فا صول فا مي ري دو سي لا صول. ملاحظة في عنا الصو الفا بكار طبعا ري مي فا صول فا مي ري دو سي لا صول، وبتابع مش قادر أقول أنت الجاني واصبر على طول على أحزاني صول دو صول دو سي دو ري دو سي لا سي لا سي لا سي دو سي لا. إذن مش قادر أقول أنت الجاني واصبر على طول على أحزاني صول دو صول دو سي دو ري دو سي لا سي دو سي لا سي لا سي دو سي لا. هنا بيحاول يطلع إلى مكان آخر، مش قادر أقول أنت الجاني واصبر على طول على أحزاني. كيف بده يطلع؟ إذن من لما بيكون مش قادر أقول أنت الجاني واصبر على طول على أحزاني صول ري مي 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 فا 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 رزيز فا صول مي فا صول على أحزاني يعني دو 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 سي لا صول. إذن مش قادر أقول أنت الجاني واصبر على طول على أحزاني مش قادر أقول أنت الجاني واصبر على طول. الفرقة شو بتعمل هون؟ صول فا مي ري دو سي لا صول لا سي دو ري مي فا صول. هو بيكمل على أحزاني مش قادر أقول أنت الجاني واصبر على طول على أحزاني لحاله بيرجع على البيات ابعت لي جواب ري دو سي لا صول ري طبعا سي بيمول رجعنا ابعت لي جواب ابعت لي جواب. أول مرة ري دو سي لا صول ري، تاني مرة ري دو سي لا صول فا دو ابعت لي دو سي سي لا لا صول جواب سي لا لا صول صول فا لا صول صول فا فا مي
صول فا فا مي مي ري ري صول فا صول مي ري. وبرجع ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، ابعت لي جواب، جواب جواب وطمني. وهيك بتكون خلصت الأغنية. مهمة جدا هذه الأغنية لأنه فيها ثلاث مقامات وفيها تحويل وعلامات تحويل. فإذا كان في أخطاء أنا أسف على الخطأ، ولكن هي بشكل عام وإحنا متفقين إنه إحنا ما بنعزف الأغنية 100% لأنه لازم نسمعها ونسمع أي روح فينا نشتغل فيها وينمو عنا السمع، ولكن الخطوط العريضة موجودة 100%. وشكرا لكم وشكرا لاستماعكم، وإذا بتعجبكم المادة مثل ما عم نحكي دائما ادعمونا باللايك مشان نستمر في هذه الدروس وتعم الفائدة على الجميع. شكرا لكم.